بعدين يا اخي هي حره تعيش بالطريقه اللي هي عايزاها طالما ما بتعملش حاجه غلط. كده كده بقى يبقى انا بقى هتصرف. اتصرف عمي. والله العظيم الحاج طيب، طيب قوي. عمتي قولي حاجه، مش انت عارفه ان هو طيب؟ انا لازم اتصرف. عمي عمي امينه اسمعي يا امينه، عمك محمود ده بتاع كلام فارغ وعنطزه. ايوه بس انا خايفه، خايفه يعمل حاجه في الحاج. ولا تصدقي ده هو واخواته بياخدوا من جوزك قد كده، انت فاكره انهم بيخدموه لوجه الله؟ دول بيموتوا في القرش. المهم يا امينه انت مش مبسوطه؟ مبسوطه؟ مش هتصدقي لما اقول لك ان انا اسعد واحده في الدنيا. الحاج مش مخلينا محتاجين حاجه، كلنا بنحب بعض. ربنا يهدي سرك يا امينه. يا رب. بس انا عايزه اقول لك حاجه يا حبيبتي. حاجه ايه؟ اوعي قدام الحاج تعرفيه ان هو بيدي فلوس لعمامك، جايز ده يكون ده شغل بينه ومش عايز حد يعرف. دكور دكور يا عمتي. وحياتي خليك معايا شويه، اقعد اتعشى معايا، ده انا عامله لك العكاوي اللي انت بتحبها. انت عارفه الليله ليله نعمه الله، وبعدين ده انا جاي مخصوص عشان اطمن عليك. طمنيني يعني، مفيش حاجه في السكه. يعني يهمك قوي؟ امال يهم مين يا روح قلبي؟ انت مش عايز تقعد معايا؟ احنا مش اتفقنا ما حدش يجور على نصيب غيره؟ وبعدين بس انا عايز اطمن اذا كانت امينه رجعت من عند عمتها ولا لا. ليه، هو في حاجه؟ لا مفيش، بس الواد سعيد عاوزها ضروري في حاجه تبع المدرسه. ما تشوفيها رجعت ولا لسه؟ لا يا متولي، انت قلقان تكونش يا اخويا زعلتها؟ وحياتك ابدا، انا هزعل امينه ليه؟ امينه دي زي النسمه. وانا زي ايه يا حاج؟ انت مالكيش زي ابدا. انا لو لفيت الدنيا كلها ما كنتش هلاقي زيك. انا من اول ما شفتك فاكره لما طلبت مني كوبايه ميه وقفت جنبي كده قلت بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجه من ساعتها رحت نطه مستربعه جوه قلبي. روحي بقى شوفي امينه رجعت ولا لسه. حاضر. ماما جت، ماما جت. استنى بس يا سعيد استنى. هي امينه جت يا ام ابراهيم؟ ابدا يا ست نعمه، انا معرفش ايه اللي اخرها كده. ربنا يجيب العواقب سليمه. زي ما رجعتش لحد دلوقتي يكونوا قدروا يأثروا عليها؟ معقول؟ ست أمينة جت، ست أمينة جت. عندي على السلام. ازيك يا ام ابراهيم؟ حبيب قلبي. ازيك يا حبيبتي؟ اتأخرت كده ليه يا أمينة؟ شغلتينا عليكي. هو الحاج رجع؟ ايوه قاعد عندي بقاله ساعتين، الراجل هيوج عليكي. ليه بس؟ اتأخرتي ليه يا ماما أمينة؟ معلش يا حبيبي معلش. قولي لي يا ام ابراهيم عشتيه ولا لا؟ ما رضيش يتعشى الا لما انت تيجي، والست نعمه طالما ما رضتش تروح شقتها الا برضو لما ترجعي. جرى ايه يا جماعه؟ قلقانين ليه؟ هو انا كنت تايهه؟ قاعده مع عمتي، عارفين بتحب ترغي. انا اصلا افتكرت يكون الحاج زعلك ولا حاجه يا امينه. الحاج؟ هو الحاج بيزعل حد ولا حتى فكر يتجوز علينا؟